نرجع تاني استاذه نشوى، ايه اللي يخلي الست بعد ما عاشت معاه سنين وجابت له الاولاد وواخده بالها منه، ايه اللي خلاها تقبل انه روح اتجوز تاني؟ ايه اللي خلاها توافق؟ حلو قوي السؤال ده، ايه اللي يخليها توافق؟ طيب من شويه انا قلت لحضرتك ان هما بيبقى في نقاش ما بينهم قبل ما الزوج ما يوصل لمرحله الزواج الثاني، وزي ما استاذ محمد قال ممكن بعد كده هي ما تتحملش، بس خلينا في الجزئيه ان هي خليها توافق. وفي الاغلب هي ما بتتحملش في الاخر، يعني هي بتوافق في الاول وفي الاخر بترجع ترجع تيجي للمحامي ويلا وانا عايزه انتقم ومش قادره ومش قادره. مشاعر الغيره بتخش جواها ما مش هتتحمل ده، فخلينا في ايه تقبل وبعد كده نناقش. طيب ليه تقبل؟ ده شرع ربنا تمام، واحنا مش اهل دين عشان نتكلم في ده تمام ولا هنتكلم في تفسير الايات. فسيولوجيه الراجل يقدر ان هو زي ما ديننا بيقول ان هو يتجوز واحد مثنى وثلاث ورباع حقيقي تمام، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة تكفي. طيب في نماذج كتير جمعت ما بين زوجتين وثلاثه واربعه بالعدل، وهنا العدل ليس بمعناه ان هو انا بحب دي 50% احب دي كمان 50%، مستحيل مش هيقدر يحقق الشرط ده، انما العدل في المعامله بشكل عام. طيب ايه اللي يخليها تقبل وان هي تقول خلاص روح اتجوز؟ المرحله دي هي بتقبلها في حاله واحده، لما يكون نفذ رصيد حل المشاكل ما بينهم هما الاثنين ووصلوا يعني حائط سد، خلاص مفيش مجال انا عايزه اتجوز. هي مش قادره تتحمل ده، هي مشاعرها هي مش هتخرب بيتها، مش قادره ما بعد الزواج ولا ما قبل؟ لا ما بعد الزواج، انا بتكلم فيما بعد الزواج. هو جه هو ما بعد زواجه، هو ده اللي انا اقصده، ما بعد زواجه هي مشاعرها، وده احساس طبيعي برضه. الست لما ليها حريه الاختيار ان هي تكمل او ترفض، ما ده في طالما هي وافقت، طالما هي وافقت من البدايه وهم ناقشوا مشاكلهم ووصلوا ان نهايه المشاكل دي ملهاش نهايه ومش هتتحل او مش عارفين يحلوها، فخلاص اتفضل روح اتجوز، طلعت كويسه كمل معاها، يبقى ربنا يبارك لك في حياتك، بس تعدل ما بيننا احنا الاثنين. طلعت وحشه، اديك خدت التجربه وعملتها ورجعت تاني لبيتك ام عيالك ومفيش مشكله. في نماذج كتير على ده، في نماذج يعني من ضمن النماذج اللي هو راح اتجوز تاني بعلم زوجته وراح قال لها انا عايزه اتجوز تاني، هي مش مقصره معاه، هي مش مقصرة معاه في أي شيء، بس هو حب واحدة تانية، حب كمان واحدة تانية يعني مش بيتجوز غصب يعني عنه. دي صعبة قوي، يعني دي صعبة إن زوجة كمان تبقى عارفة إن قلب جوزها مال لست تانية، وكمان وعاوز يعني دي تبقى ربنا تقيلة سبحانه بصراحة وتعالى على الست. يعني أنت قلبك مفيش حكم عليه، قلبك مفيش حكم عليه، انت ممكن تحبي حد 10 سنين بس هو يعني سنين. طب ما هي ست وبتحب جوزها بنفس القلب اللي عنده وما بتشوفش حد تاني هرجع غيره. هرجع واقول لحضرتك تاني، فيسيولوجية الراجل غير فيسيولوجية الست، يعني الراجل يقدر يجمع في قلبه اكتر من واحدة. الاستاذة تقصد، الاستاذة تقصد بمفهوم ديني شوية. ايه رأيك حضرتك في انا مش عايزة اتكلم ديني يعني شوية. في النطاق الديني عشان احنا مش اهل ديني، احنا مش اهل ديني، بس الاستاذة تقصد ان ربنا شرع ده في كتابه، فاكيد خالق الراجل بفسيولوجيه تختلف عن الست تسمح ليه بده. هي الاستاذه عايزه توصل كده، يعني انا مش عايزه اجيبها من النطاق الديني علشان محدش يعني ياخذ عليا كلام انت مش اهل دين عشان تكلمي. انا يا جماعه مش اهل دين عشان انا اتكلم في الموضوع ده، انا بتكلم في نطاق المبادره ان الراجل فسيولوجيه تكوينه ربنا خلقه كده، ربنا خلقه كده ان هو يقدر يجمع ما بين اتنين في وقت واحد ويحب دي ويحب إنما دي، انما الست لأ، الست لأ، بس القلب هيميل لحد لطرف من الاتنين. هل حضرتك تقدري تخرجي حب واحدة من قلب من قلب جوزك؟ لا اكيد لا طبعا، هي دي مفيش مشاكل ما بينهم مش عارفين يحلوها، فخلاص روح اتجوز بدل ما يعمل حاجة حرام تغضب ربنا وهي هتشيل ذنوبهم هما الاتنين. لا انت اتجوز على شرع ربنا، على الأقل انا عارفة ان انت عامل حاجة في الحلال. يا استاذة ده احنا في مثل عندنا متداول، هو هو مش مثلا انا اللي هو يخني ولا جوازته تقريبا حاجه كده يعني. لا وفي مقوله خاطئه في المجتمع كده كتير، يعني في المجتمع لا عندها الزوج يحصل له اي حاجه لا بس ما يتجوزش. لا حضرتك اللي اوحش من كده اللي ايه بقى تالته، الست اللي موافقه ان جوزها يتعايش ويعمل حرام ويروح هنا ويروح كبريات ولكن ما يرتبطش او يتجوز في الحلال دي نقطه سلبيه طبعا.